ما انت من الشخصيات يلي ما لها حل يعني ما عندك حل وسط. ليه؟ لانه عند الناس قصدي انه في ناس يا بتحبيك يا بتكرهك. ايه؟ ما هيك ليه اقولك هيدا الشيء اللي ما كنت اعرفه. بيزعجك هذا الشيء؟ ايه ما بعرف. ايه بيزعجك؟ عم فكر. ايه الكره بيزعج. الكره بيزعج اكيد. الكره بيزعج. في حدا بيحب الكره؟ ايه بيزعجك الكره. ايه وانا في ناس بتكرهني. طب بتتمنى انه يتعرفوا عليك شخصي مثلا يعرفوا مين انت ويحبوك ويعرفوا؟ لا بس بدي اقول لك شغله. يعرفوا ديما مزبوط. بدي اقول لك شغله عادل. بتعرف السوشيال ميديا خلقت غير نوع علاقه مع الناس، لانه الناس ورا تليفونها، شاشه تليفونها، فيها تتهجم عليك قد ما بدها، لانه ما في هالاي كونتاكت اذا بدك. وفي بنصير في نديه انه انا عندي تويتر وانت عندك تويتر ويلا هيدا. بس بعتقد انه بس تيلتقوا فيه بالحقيقه او بس تيلتقوا فيك او اي حدا ما بيحبنا بترجع العلاقة بتغير وجهة نظره. لا 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 بترجع العلاقة انه يي هيدا حدا معروف بدي اسلم عليه وبدي اتصور معه، يعني لانه ما بحياته حدا انا بالحقيقة يعني تهجم علي لفظيا. بس انه اكيد مش كل اللي بلتقوا فيهم بحبوني، سو هيدا معناته انه ورا التليفون بيعبروا عن حالهم لما يشوفوني او يشوفوك او يشوفوك. بس ما بتحسيه انه بتحسيه جبان اللي بيهاجم من ورا تليفونه؟ لا حرية رأي. لا شو بده يهاجم؟ لا احسن ما يواجهني بالحقيقه. انا بحسه جبان لو قاعد ورا التليفون عم بيهاجم انه خي بتاع ويسب كمان بتاع. وعلى فكره السوشيال ميديا انفتحت لناس انه تحكي وتقول اللي بدها اياه، انه خي تعا قولها قدامي. ما بيسترجي يقولها ولا بيقولها، حتى بوجهي بيطلع غير واحد. لا حتى في اكثريتهم ما بيسترجوا انهم يقولوها بهويتهم، لانه بيعملوا فيك اكاونت وصور مزيفه وتحت هيدا الغطاء يعني بيطلعوا الكره. عندك فيك اكاونت؟ لا والله لا والله لا والله لا. حلفي وحياة الله ما عندي فيك اكاونت. ولا على انستا بتشوفي منه ستوريز مثلا او شيء؟ لا عن جد لا. بقول لك شيء ما حتصدقه. شو؟ ما حتصدقوا. قولي. وحياة الله ما بعرف اعمل اكونت. ما بتعرفي تعملي اكونت؟ لا لا انا كثير اميه بقصص ال اي. انت اميه بهالقصص؟ ايه هلا بعرف اشتغل على اكونت. انت بطلت العالم بتويتر يعني. والله شو مش معقول والله ما بعرف اعمل اكونت. ما مثل ما فتحتي اعمل اكونت ولا حدا. ما مثل ما فتحتي اول اكونت تفتحي اكونت. حدا فتحه. حدا فتحه؟ ايه حدا يعني لينكت تو ماي ايميل ومدري شو. ايه ما حتصدقني بعرف بس انه. طب انا رح اخبرك شيء ما رح تصدقيه. ايه قول. انا اضرب منك. والله. على فكره فت لعندك انت مش كثير اكتف ما شاء الله عندك شي مليون. في بس منك كثير اكتف قليل لتحط صور و هلا انا اكتف اكثر على انستا بس حتى اشياء خاصه بشغلي حتى أكتر. على انستا ما كثير بتحط يعني ما لقلك بتلحق علينا يعني ما انا انا حياتي الشخصيه ايه ما بحب حدا يشوفها. اوكي بتحط الاشياء خاصه بشغلي بس. اوكي بس لاحظوا انه مش كل ضيوفك بتحطهم وهيك كمان مش الا اذا على ستوري. لا لا في اوقات بلا بحط اوقات مش كل اوقات حلقة. يمكن ايه ايه شفت متابعتك عم بقول لك سكان بس البرومو تبع البروجرام دائما بحطه. اوكي ايه اوكي. مين اكثر جمهور سياسي هيك بيكره ديما وليش؟ انه واضح. واضح مين؟ جمهور كتلة الوطنية يعني؟ لا واضح الجمهور حزب الله وجمهور التيار الوطني الحر واضح يعني ما بدها اثنين يحكوا فيه. ليه بيكرهوك هلا؟ لأني بنتقد حزب الله والتيار الوطني الحر كثير. مع العلم اني بنتقد المستقبل بس غريب بنتقد القوات. انت كنت بالاو تي في قبل هيك؟ ايه وانت من الطائفة الشيعية الكريمة كمان يعني. نعم يعني أنا بعتبر حالي حدا ما بيحب يعرف عن حاله ككائن طائفي بعرف عن حالي كمواطنة يعني بس نعم خلقت بالطائفة الشيعية. نعم مش عم بتنكر لهالشيء أنا بقول أنا بعرف عن حالي أنه أنا مواطنة لبنانية ما بحب أعرف عن حالي بهوية طائفية. إيه حلو. أنت من الجنوب ما هيك ديما؟ من وين؟ من ضيعة اسمها الخيام. الخيام؟ بتطلعي على الجنوب؟ كنت اطلع كثير 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 الى اخر مره طلعت سنه 2014. من 2014 ما طلعتي؟ لا خمس سنين ليه؟ يعني بحس اني غير محبوبه هونيك فليه يعني بدي عن جد مش مرغوب فيكي فوق؟ شو؟ مش مرغوب فيكي فوق؟
يعني مش انه حدا اجى خبرني، بس انه بحس انه مش محبوب، يعني ما بدي اعلمه بعنطوره انه مش محبوبه فوق يعني. عن جد؟ تخافي تطلعي يعني؟ لا ما بخاف ابدا، وما بقول ابدا انه ابناء ضيعتي هن ممكن ياذوا اي حدا ابدا، بس انه يعني لما تحس حالك بمكان غير مرغوب فيه ليه بدك تروح يعني؟ بناتك وعائلتك، احكي خبرينا جوزك شو بيشتغل؟ احمد رجل اعمال. اوكي. رجل اعمال بين لبنان وافريقيا. ليش عم بسالك هيك؟ انا مش بس مش عم بتحشر، لانه وغير راضي عن خطي السياسي. والله والله غير راضي؟ ما في حدا انا بحياتي يعني ما في حدا من عائلتي راضي على خطي السياسي. يعني هو مع مين؟ لا هو اذا بدك منه مع الهجوم يعني، يعني بالنص. غير راضي عن خطك السياسي اللي عم بحكي انا يعني عنه. هو مع التانيين؟ اذا بدك هو بالنص يعني سيف سيف، انه انا بدي اشتغل شغلي، لا بدي حركش بهون ولا بدي حركش بهون. بيزعجك بس يقولوا عنك فاشينيستا؟ بيزعجني بس يقولوا عني فاشينيستا؟ لا، بدي لك شيء يا عادل، كل شيء انا باخده قرار اعمله بحياتي ما كثير بتفرق معي، ما كثير بتفرق معي يعني، خلص شيء انا اخذت قرار اعمله بدي اتحمل عقباته، بدي اتحمل عقباته عواقبه. اوكي سو اوكي انا يعني كنت حب اعمل هيدا الشيء، انه اكيد عارفه انه في ناس حتحكي يعني وناس حتنتقد. هلا انت بتعملي هالاشياء قصد لينحكى فيها؟ لا لينحكى فيها؟ ايه ولا انه عادي بتاخديها انت بالنسبه لك شغلك؟ انه انا بعمل اشياء للناس تحكي عني لصير الجدل وهالقصص. طيب حقول لك شيء ما بعرف اذا لصالح اقوله او لا، يعني امس بيقولوا انه يا بيقولوا عني اني بدي الفت النظر، يا بيقولوا عني انه انا اتنشن سيكر. مطلوب اتنشن سيكر. طب انا من انا فعلا من اي انسان بيعرفني بيعرف انه بالعكس انا عندي شويه خجل يعني، بس على العموم انا ما بفكر قبل ما اعمل شيء. هيك عفويه. انا حدا انا هاي مش يعني هاي يمكن شيء منيح وشيء سيء فيي، انا بيطلع على راسي شيء بعمله، لا عارفه اذا له عقبات منيحه، لا عواقب منيحه، لا عارفه اذا حياخد ضجه او لا، فكرت اعمل هيك بعمل هيك. بدي ارجع كفي معك هذا الموضوع لانه في سؤال ثاني مربوط فيه. يلا. اشتقت لنشره الاخبار؟ اشتقت. عم شو معقول يكون اشتقت لنشره الاخبار؟ يعني هلا قد ما مرقت بقصص يعني بعدني ما لحقت لا اشتاق لشيء ولا يعني بعدني هلا عم لاقي حالي بعدني. طب ما زال حبيت القعده بالام تي في؟ معقول تبقى بالام تي في؟ لا شوفوا لا لا انه ليه لا يا عمي خلص مرقها. ليه لا شو ليه لا؟ طيب خي مرقها هلا مرقها هلا مرقها والله. هلا انا لا مرقتها مرقها بس المشاهدين ما راح مروا لك اياها. شو بدك اياني اقرا نشره؟ شو بدك اياني؟ لا مش تقري النشره يا عادل، صلي على النبي. لا بس شو غرام بشعرك؟ مغرومه بشعرك؟ فينا نشوف الفيديو سوا؟ في فيديو؟ لا لا كمان لا بشرفك. لا لا بشق يا هلو هلو وطلع ليك محلية. صرنا على الهواء؟ ايه على هون. ديما خلي معك خلي معك، خلينا نشوف سؤال. معلش سوري بس بدي اسالها سؤال، لو كنت حامل المشط والتليفون بس اخذوا لك تليفون واخذوا المشط كنت زعلتي اكثر؟ الله السؤال كثير ذكي عن جد عن جد، سؤال بمحله ما بعرف تعبتوا علي. فرشيتي مش هيك؟ فرشيتي فرشيتي. ديما فينا نشوفه للمشط لانه صار لك من الساعه 8 عم تمشطي شعري. اوكي هلا ما رح يلبي، جبت لك مش التاني بيلبي. ليك بس بدي منك شيء، ما تقربي على البصله، انا سالت على البصله ما بيصوم التحت.